وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف أستاذة آية رفعت، واحدة من المستفيدين من برنامج مشروعك. أستاذة آية، بعد تحية، كيف تم الاستفادة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. بصي حضرتك، والله أنا سمعت طبعا عن مشروعي ورحت المحافظة نفسها، وبعدين طلبوا مني ورق استوفيته. ساعدني طبعا ان انا ابتدي مشروع، ان انا فتحت محل في الاول، كان محل صغير ابتديت فيه المشروع، وبعدين بدانا نشتغل على نفسنا الحمد لله، وبدانا نشتغل سوشيال ميديا، وبعدين المحل ده كبر لمحل تاني اكبر، وبعدين بفضل ربنا طبعا وفضل التسهيل اللي انا خدته منهم ان انا قدرت ان انا افتح مصنع، واخدت دوره تدريبيه في التصنيع، والحمد لله دلوقتي بقينا نصنع ملابس، وبقينا نصنع شنط باسم يوكا ستور. فقدرت ان انا اخلي المنتج المصري، بصنع حاجات شبه المستورد وشبه الميرور باسم يوكا ستور، منتج يعني عالي الكفاءه الحمد لله. فده كل ده طبعا يعني كان بسبب ان انا ابتديت مع مشروعك. يعني ايه مدى التسهيلات اللي اخذتيها ايه من خلال مشروعك، وايه نصيحتك للشباب لاقامه مشروعاتهم الخاصه؟ نصيحتي ان لو في حد فعلا قدامه مشروع كويس ان هو يقدر يبتدي بيه، ما يترددش ابدا، لان هما بيساعدونا. هو كل اللي هما بيطلبوها ورق انت بتستوفيه وبتشتغلي بقى، يعني هما بيمدوكي بالتمويل الاول وانت بقى بتشتغلي على نفسك. فلو في حد عنده مشروع فعلا قادر ان هو يبتدي بيه، يكون جد في المشروع ويكون جد في تفكيره ويبتدي بالمشروع، ما يخافش من المشروع خالص. يعني الأستاذة آية رفعت، واحدة من المستفيدين من برنامج مشروعا، شكرا جزيلا لك.